التغيير ده أنا بسميه أو بأعطي تشبيه لي إنه الباب الضيق اللي بيدخل فيه المؤمن كل شوية ربنا يدي للمؤمن إدراك روحي زيادة، الباب يضيق أكتر. يضيق ليه؟ لأنه المؤمن بيقترع أنه لازم يتخلى عن حاجات كتير كان هو بيعملها الشهر اللي فات والنهاردة ومبارح، يكتشف أنها غلط. ممكن المؤمن يرفض، مش هيضيق بيه الباب، يضيق الطريق، قصدي الباب الضيق والطريق الكرب، مش هيكون الطريق كرب. يعني ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة، فأنا حاجتين: ضيق الباب وكرب الطريق. لكن الآية بتقول ما أضيق الباب، ما أضيق الباب يعني كل شوية تحس إنه بيضيق، ما أقرب الطريق كل شوية تلاقي بأقرب أكتر. وربنا بينعم على الإنسان فينا بدرجة التضيق أو الضيق الزيادة أو زيادة الضيق أو زيادة الكرب بحسب سعة الإنسان فينا للاحتمال. يعني مش كل الناس يعني ربنا هيأهم مش عايز أجيب العيب على ربنا يعني، لكن مش كل الناس يقبلوا إن هم يضيق بهم الطريق للدرجة دي. وفي آية تزود سورة، أنا بتكلم كده لسه ما قريتش الأصح، لكن ده اللي خلاني النهاردة شوية قعدت وقت أطول المعتاد في 5 أعداد بس. في آية في سفر الرؤيا دي أنا كنت مستغربة، فهمتها النهاردة لما في الخلوة دي، اللي هي لئلا ألقي عليكم وهقا آخر. طب أنت مش عايز تلقي وهق آخر على ملاك الكنيسة اللي بيكلمهم؟ أطلع أنا مش فاكر ملاك مين، بس جت في بالي ما طلعتهاش. في سفر الرؤيا في 2 و3 يمكن أشوف فين أراها معكم دلوقتي. اللي يحب يطلعها معايا يطلع، هي في 2 يا 3. من الملائكة المجاهدين قال له كده يعني. متأسف مش قادر اطلعها. هي في ملاك كنيسة ثياتيرا بيقول له ولكني أقول، في عدد 24 من رؤية 2، ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا كل الذين لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن يجي. الآية دي محيراني. طب ده ملاك كنيسة مش عايز تلقي عليه ثقل ثاني، فأعتقد قرار الله ما يستحملش، خلاص خلاص ما يستحملش. بس هو هيقعد كده بهذه الدرجة من النمو وهذه الدرجة من الأكل لغاية لما يجي، فبيقول له خلاص ما تخافش، يعني في لغاية اللي أنا أدهوله لك دلوقتي ده تمسك به إلى أن أجي. فنحط الاثنين مع بعض،
يطلع أنه كل ما بينعم علينا الرب نعمة روحية ونحن نستجيب لها، ربنا يريد لنا ملء الروح القدس، ملء السلطان الإلهي. كل ما يعطينا شخص روح القدس بغنى ونستجيب يكمل، نستجيب يكمل، نستجيب يكمل، لغاية لما نشعر أن ده ثقل. ما هنا الملاك شعر ثقل، يقول مش هقول خليك ثقل تاني. فيبقى هنا المؤمن للأسف هيستمر في هذه الدرجة إلى أن يجي الرب. سوري أن أنا اتكلمت كل ده ولسه ما قررناش الأصحاح. نرى مع بعض غلاطيا أصحاح 2، وربنا يدينا الكلام يكون سهل علينا ويتفسر بالنسبة لنا، وكل واحد حسب ما يقبل الموضوع في أي حتة في الكتاب، لكن أنا أثرت فيه أوي غلاطيا 2 دي. نرى بالتبادل، ما افتكرش ان حد بيقرأ عربي كتير، خلاص خليها انتوا تقروا. لا ماما ما بتقرا معايا، تقرا معايا ماما بالعربي. يبقى هنقرا فيرس عربي وفيرس انجلش. ثم بعد 14 سنة صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس ايضا. تفضلوا فيرس 2. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن. الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل. بل بالعكس، إذ رأوا أني اؤتمنت على إنجيلي الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. You read English verse 9 or what? Okay. غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. Okay. نصلي. يا رب نشكرك لأجل هذا الكتاب العجيب، إنه الكتاب المقدس. ونشكرك يا رب لأجل العجينة البشرية اللي هي بين إيديك، اللي خلقتها على صورتك وشبهك لكي تقتدي بشخصك. لذلك أنت أعطيتها دستورا مقدسا بواسطة أنبياء. الله كلم الآباء بالأنبياء قديما، كلمتنا الآن في ابنك يسوع المسيح، وأيضا على أساس الرسل اللي أرسله المسيح والأنبياء الذي أرسلهم الروح القدس. أعطينا أن نفهم المكتوب وأن نطيعه،
نسمع ماذا يقول الرب، ماذا يقول الروح للكنائس وإحنا السامعين الخدمين. لا نحور الكلام ولا نصدق الناس ولا نجري وراء أفكار تبدو إنها براقة وهي مخربة. تكلم إلينا يا رب في هذه الفرصة، ونحن نشكرك لأجل كمال عطيتك وكمال حكمتك اللي أعلنتها لنا كلها في الإنجيل. آمين. هاللويا. حصلت مشكلة زمان قبل ما يتكتب الأصحاح ده أو الرسالة دي، رسالة غلاطية، قبلها بمدة كبيرة. يعني الرسالة اتكتبت بعد الحادث ده بمدة كبيرة، مش عارف نظرها ازاي، لكن المشكلة اللي حصلت في سفر الأعمال أصحاح 15. نقرأ ايه المشكلة اللي حصلت هناك، وبعدين نشوف المشكلة دي تأثيرها حصل منه ايه، وحصل ايه اللي جرى بعد المشكلة دي. المشكلة كانت كبيرة مش قليلة. في أعمال الرسل أصحاح 15 من بداية الأصحاح مكتوب: وانحدر قوم من اليهودية ناس جم من اليهودية راحوا فين دول؟ راحوا لبولس و اللي بيخدموا معاه للأمم، اللي هم بولس، افتكر كان برنابا اللي معاه اليوم ده، برنابا. وانحدر قوم اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة اللي هم ولاد بولس وبرنابا. والكلام ده كان فين؟ كان في بلد اسمها إيه؟ كان في بلد اسمها ليسترا. ده في أعمال 14 عدد 8. وبعدين هم كانوا في ليسترا الأول، وبعدين لفوا عملوا كذا بلد لفوها، وبعدين جم لأتالية، وبعدين راحوا أنطاكيا. وهم في أنطاكيا هناك، أنطاكيا دي اللي هي الكنيسة اللي بدأ فيها برنابا وبعدين راح نده بولس، ومنها خرجت الإرساليات، اسمها أنطاكيا بيسيدية، وفي اتنين أنطاكيا دي اسمها أنطاكيا بيسيدية. فلفوا اللفة كبيرة، في آخر الرحلة راحوا رجعوا لأنطاكيا بيسيدية اللي هي المركز، اللي هي الرعاة فيها حوالي 5-7 انفار كده، منهم بولس ومن برنابا. ولما راحوا هناك جمعوا الكنيسة وقعدوا يقولوا لهم ايه اللي حصل معانا في الرحلة دي، رحلة كانت طويلة قوي. فجم ناس من اليهودية، والناس دول من عند بطرس ويعقوب ويوحنا، دول كبار قوي في اليهودية هناك، بطرس ذات التلميذ الأول، ويوحنا ده يوحنا الحبيب، ويعقوب ده يعقوب أخو الرب، لأن يعقوب وأخ يوحنا كان يعني مات بسرعة. فجم ناس من عند بطرس ويعقوب ويوحنا وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. الختان معروف، ختان للرجال، وده كان عهد الله مع إبراهيم، ولو قلنا أنه الكتاب مقدس كتاب واحد وهو فعلا كده،
طب ليه عهد الله مع إبراهيم يتشال لما جه المسيح؟ ليه؟ بالعقل ليه يتشال؟ هذا عهدي معك أن تختل لي كل ذكر في اليوم الثامن يختن كل ذكر. طب ليه يتشال؟ الكنيسة في اليهودية ما فيهاش واحد مش مختون، ماشيين على العهد. الرعاة بتوع الكنيسة هناك اللي هم التلاميذ الكبار الأوائل مختونين، اللي بعديهم بيتختنوا وقاعدين بيتختنوا بناء على عهد الله لإبراهيم. الكنيسة الأممية هما كانوا كنيستين كبار أوي، الكنيسة اليهودية والكنيسة الأممية. الأول كانت الكنيسة اليهودية هي الأكبر خالص، واليهودية نبتة صغيرة أوي. بولس الرسول مع برنابا هناك بقت الكنيسة الأممية كبيرة أوي، أكبر من اليهودية. فبس كان الكنيسة مين الأولى؟ اليهودية اللي هي في أورشليم، زي ما بنسمع احيانا كده يقول لك الكنيسه الام. ايه يعني ايه الكنيسه الام؟ يعني انا اللي خلفتك. الحقيقه هي ما فيش يعني الكنيسه، صح لقب امي يمشي عليها انها ترعى اولادها بس، لكن اللي بيخلف هو الرب، ما حدش تاني بيخلف. ايوه امك هترعى، صح مظبوطه، لكن ما حدش يقول ان الكنيسه خلفت. لاي لأن ليس بأحد غيره الخلاص، الخلفة دي من الخلاص. مين اللي بيخلص؟ يسوع المسيح. الله بيتكلم مع الإنسان، الإنسان بيقبل الرسالة. خلص بولس، يعني هل بولس الرسول نفسه خلصته كنيسة ولا خلصه يسوع؟ خلصه يسوع، ظهر له. طب أحيانا كثيرة الكنيسة بيها ليها دور، أيوة ما لازم يكون ليها دور، بس مش إن هي الرأس الجسد، هي دور بإطاعتها الرأس الجسد بيتولد إنسان. الكنيسة لما بتطيع الرب بتجيب ثمر، ما بتطيعش الرب ما فيش ثمر. فالكنيسة أم بمعنى إنها بترعى الثمر ده. إحنا مثلا هنا في الكنيسة هنا، هل إحنا ما بنرعاش إلا الثمر اللي بيجي من المجلس مثلا؟ لا طبعا، أي حد يجي لنا من أي حتة بنرعاه، لأن الكنيسة واحدة، جسد واحد مش مقسومة. فجت فكرة الكنيسة الأم، يبقى احنا لينا ايه السياق، يعني لازم نعلمكم بقى كويس. يا كنيسة انتي تانية، يا اللي بيرعاكي كم واحد كده منهم بولس وبرنابا، دول من الأولانيين. يعني انحدر قوم اليهودية ولو الإخوة مش مختونين، كأنها كارثة. ازاي ده عهد الله مع ابراهيم؟ انكم متخضوا طبعا، احنا غلطانين. غلطانين. وجعلوا يعلمون الاخوه انهم ان لم تختتنوا، شوف التعليم غريب ازاي، ان لم تختتنوا حسب عاده موسى لا يمكنكم ان تخلصوا. تفاجئ نفسك خلاص عشان قلت لي انك قبلت المسيح، غلطان، انت بتخرف. الناس اتخضت قوي، ايه ده؟ ازاي؟ محدش قال لنا الكلام ده هنا خالص. لا كان برنابا قبل بولس، لا برنابا قال لنا، ولا لما جه بولس معاه قال لنا بولس. ودول يهود المختونين، بولس وبرنابا مختونين. ما قالوناش كده خالص، هم بس اللي هم المختونين عندنا، ما نعرفش حتى مختونين ولا لا، ما اتكلموش على الحكايه دي خالص. فطبعا بولس وبرنابا راح دخلوا في المعركه دي، بشوشروا على الشعب خالص، قال لهم انتوا مش مخلصين. الكلام ده بيحصل لغايه النهارده للاسف، للاسف الشديد، وربنا يرحم الكنايس من كده. واحد مره متجوز، مش فاكر كلمني في التليفون ولا جالي، وانا فاكر واحد بس هم اكثر من واحد. أنا عندي سؤال عايز أسأله لك. نعم. هل جوازي نجس؟ إيه الكلام الفارغ؟ يعني إيه جوازك نجس؟ مش أنت مؤمن مراتك ومؤمنة؟ قال لي آه.
قال لي لا، جم قالوا لي لازم انت بروستانتي وهي ارثوذكسيه وانت ما تعمدش ارثوذكسي بالجواز نجس. قلت له ده تخريف، طب دور في الانجيل وقت تاني. لكن هو مقتنع مخضوض، طب اعمل ايه؟ قالوا يتعمد الارثوذكسي، يتعمد الارثوذكسي بقى جواز صح. حاجه تضحك، لكن ما زال بعض الناس مقتنعين بهذا الكلام لغايه النهارده. نفس النظام بتاع الختان في العهد القديم، التعليم اللي مش دغري. ليه؟ عايزين احنا نكون الكنيسه الام، اللي يدخلنا احنا يبقى جوازه صح. طب والكاثوليكي برضه جوازه غلط. تخاريف ايه دي؟ مفيش حاجة في السماء اسمها لا كاثوليكي ولا ارثوذكسي ولا بروستانتي خالص. في هناك حاجة اسمها المفديين، المخلصين، المغسولين بدم الرب. أي حد مغسول بدم الرب ليس من هنا، لأنه ليست له هنا مدينة، ينتظر السماء. وأي حد سماوي يتجوز سماوي، بس خلاص خلص الموضوع. لكن نفس المشكلة اللي كانت من 2000 وكام، النهاردة احنا 2013 سنة، يا ما بتقوم تاني. فطبعا الناس اتلخبطوا، يعني نقول هناك معاهم مستند من الكتاب المقدس ان العهد مع الله وابراهيم انه هذا عهدي معك تختل لك كل ذكر. طب ده ذكر مش مختون، يبقى ما خدش عهد ابراهيم، ياخد ازاي عهد المسيح؟ يعني فيها شيء من السنس كده. فعملوا مشكله كبيره. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعه ومباحثه ليست بقليله، طبعا الخناقه ولعت، لان الموضوع مش من الرب. واي موضوع مش من الرب يجي واحد يزرعه في كنيسه تولع الكنيسه على طول، مش بيبقى فيه سلام وفرح وعز. لا، ليه بتولع؟ زي الاخوان المسلمين بتوع مصر دول، انا متاسف اقول كده، يولعوها عشان تتخض انت وتخضع لهم وتسيبهم لكم البلد. فدول بيولعوها في الكنيسه اللي بيرعاها بولس وبرنابا، عشان برنابا وبولس يخضعوا تبقى العالم كله صار بعيد عن المسيح. لكن نشكر ربنا بولس وبرنابا ما بيتخضوش. النهارده بولس اللي كاتب الكلام ده، فهنتكلم عن بولس اكتر، لان بولس بينه وبين ربنا في حديث، بينه وبين ربنا في كلام، بينه وبين ربنا في شركه عميقه جدا. وهو كان أكتر واحد يهودي في الوجود. كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي من كل أترابي، من كل جنسي. لكن المسيح ظهر له، اتغير 180 درجة. فعد مباحثة ومنازعة، منازعة ومباحثة ليست بقليلة، وما خلصتش، ما اتفقوش. فقالوا نعمل إيه؟ خلاص، ايه رايكم يا جماعه؟ نروح لكنيسه اورشليم. مش بطرس، انت تسمع كلام بطرس؟ نقدر طبعا، ده مع المسيح قعد ماشي معاه 3 سنين. تسمع كلام يوحنا؟ طبعا. ويعقوب اخو الرب؟ طبعا. خلاص نروح هناك مع بعض نحل المشكله دي. فرح راحوا معاهم ووصلوا هناك. يا رب. نقرا هنا بس وبعدين نيجي لغلاطية، عشان هنا اصله يعني بيتكلم عن الموضوع، وهناك بيقول ايه بالظبط اللي حصل لما راح لبطرس. فيقول الكتاب رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم من الكنيسه بتاعت أنطاكيا إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. عدد 3، فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة
يخبرونهم برجوع الأمم. احنا الكلام ده خدناه وقت دراستنا لعمال الرسل زمان قوي من كذا سنة. لما في مشكلة خطيرة زي دي في الكنيسة ممكن تخلي كل المناقشات في الرحلة على المشكلة دي، لا رموها خلاص، قلنا هنتكلم هناك، مش هنتكلف المشكلة دي خاص مع الناس، هنتكلم ونحلها مع اللي انتم بتحترموهم قوي. فكانوا بيتكلموا عن ايه؟ يخبرونهم برجوع الامم، فكان كل الاجتماعات مليانه فرح، دي الكنيسه الفلانيه تكونت في المكان الفلاني، والكنيسه الفلانيه تكونت في المكان الفلاني، والكنيسه حاجه تفرح قوي، الكنيسه بتنتشر في العالم، المسيح يسوع بيتمجد في العالم. واضح ان المسيح قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع، وصل بشارة العالم، جزء كبير من العالم، ويمكن كل العالم المعروف في الوقت ده، كان ما حد فيش حاجه، كان في حاجات تانية مش معروفه في العالم بشرت بعدين. وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الاخوه. وصلوا بقى اورشليم، قبلتهم الكنيسه والرسل والمشايخ، فاخبروهم بكل ما صنع الله معه. فإيه اللي حصل؟ لا بطرس قال حاجة، ولا يوحنا قال حاجة، ولا حاجة حصلت، خلاص ما سكتوش بقى الناس تبع مذهب الفريسيين اللي هم آمنوا بالمسيح. الفريسيين دول أصلهم يمسكوا في الناموس قوي، مش عايزين يخلوا شخص غير يهودي يدخل، ولو دخل غير يهودي لازم يبقى يهودي الأول، إزاي يتختن؟ لازم يعمل عهد مع إبراهيم الأول عشان ايه يخلص. ولكن قام اناس من الذين كانوا قد امنوا مذهب الفريسيين وقالوا انه ينبغي ان يختاروا. الناس اللي قالوا كده، لا بطرس قال، ولا يوحنا قال، ولا يعقوب قال. قام اناس من الذين كانوا قد امنوا مذهب الفريسيين وقالوا انه ينبغي ان يختنوا ويوصوا بان يحفظوا ناموس موسى. بدل حفظت الختان تحفظ كل الناموس. طب الناموس فيه ذبيحة خطية، أقدم ذبيحة خطية والرب غفر خطاياي، إزاي أعملها؟ كده وخلاص، لازم تبقى يهودي 100% عشان تبقى مسيحي. دي الخرافات دي، إحنا بالنسبة لنا بنبص لها خرافات دلوقتي، لكن وقتها كان كلامي لخبط، كلامي لخبط الناس صحيح، لأن اليهودي عاش من إبراهيم ليعقوب لشخص المسيح ادي قرب حوالي 2000 سنه، كله متعود على الختان. طبعا لغايه دلوقتي لازم الختان عند اليهود، والا ما يخلص اتختن يبقى خلاص رايح السماء، مضحوك عليه، لا رايح السماء ولا حاجه ولا هيطولها، لان السماء حقيقه الختان رمز اللي هو ختان القلب بالروح. يعني ايه؟ يعني الروح القدس يختن القلب، ده اللي قاله لنا بولس الرسول. هم عايشين في وهم إن الختان يخلص، ما يخلصش. طب سؤال، لو كان الختان يخلص، طب الستات راحت فين؟ سارة راحت فين؟ ما سارة مش مختونة، ما فيش ست مختونة في العالم اليهودي خالص. مش قادرين يفهموا إن الختان ختان الذكر، لأن سيأتي ختان القلب من الذكر اللي هو المسيح. حاجة روحية، حاجة روحية عالية قوي، لكن ما يفهماش إلا ارتقى روحيا وقبل نعمة الله المخلصة. طيب عمل حصل إيه بعد ما جم الجماعة الفريسيين كده وقالوا الكلام ده؟ فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. قرار من كنيسة أورشليم في الدعوة المرفوعة من الفريسيين اللي معانا في الكنيسة اللي بقوا مسيحيين دلوقتي، كانوا زمان فريسيين وبقوا مسيحيين. ولاحظوا ان بولس كان فريسي، فريسي فريسي قوي، فبقى الفريسيين ضد الفريسي قدام المجمع. فبعد ما حصلت برضه مباحثة كثيرة ما حلهاش الا بطرس. قام بطرس وقال لهم أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أن منذ أيام قديمة
اختار الله بيننا أنه بفمه يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. إزاي؟ فعلا دي ربنا قالها لبطرس لما قال له: ها أنا أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات والأرض. فهو اللي فتح لليهود يوم 50 بالعظة اللي قالها، وهو اللي فتح للسامرة لما حصل خلاص في السامرة. بطرس راح هناك ورب أعطى الروح القدس للسامرة زي ما أعطى الروح القدس في يوم 50، وهو اللي فتح لكارنيليوس بعد كده اللي هو نبتة الأمم نبتت بكارنيليوس وأخذ الروح القدس كما أيضا أخذته الكنيسة في يوم 50. فبولس على طول ربنا قال له قول لهم الكلام ده. فالرب قال بفمه لبطرس: أنا أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات والأرض. والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. قال: أنا شفت الروح القدس بيعطى للسامرة ولا واحد منهم مختوم، وشفت الروح القدس بيعطى لكارنيليوس وبيته ولا واحد منهم مختوم. يبقى ربنا بيقول إنه مش لازم نبقى يهود قبل ما نبقى مسيحيين. الأمم يمكن يبقى مسيحي واليهود يبقى مسيحي وإحنا كنيسة واحدة. طبعا لما سمعوا كده ما حدش قال حاجة، ده بطرس جابها لهم عملية. أنا لما عمت بالروح القدس حطيت إيديا والسامرة قبل روح القدس ما كانش ولا واحد في السامرة مختون، أنا مش يهود. ونفس الحكاية في الأمم في بيت كارنيليوس. طب رأيك ايه يا بولس؟ قال كده، قال اولا ان الرب لم يميز بيننا وبينهم بشيء، ما كانش فيه تمييز، اذ طهر بالايمان قلوبهم. الايمان هو المهم، الايمان هو المهم، اذ طهر بالايمان قلوب. انا عايز اقول بقى الكلام ده لكل اللي بيفرق من شعب الله، لكل اللي يطلع يقول المسيحي الأرثوذكسي لو اتجوز بروستانتية يبقى زاني. طب اهي بطرس: ولم يميز بيننا وبينهم بشيء، يعني بين المؤمنين اللي في البلد دي والمؤمنين اللي في البلد دي، مؤمنين في الطائفة دي اليهود ومؤمنين في الأمم، إذ طهر بالإيمان قلوبهم. طب انتوا بتميزوا ليه؟ عشان احنا لازم الكنيسة بتاعتنا تبقى السائدة. ده كلام جسد في جسد ملوش معنى عند الله. انت بتخسر جزء كبير من أكليلك في السماء لما بتتصور نفسك رئيس على غيرك. المسيح رأس واحد وكلنا أعضاء وحسب طاعتنا للمسيح فقط لغير، مش أي حاجة تانية غير كده. فالآن شو بقى قرار بطرس: لماذا تجربون الله؟ انت بتجرب ربنا بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. ده احنا كنا متعبانين في النير ده، تعبانين، وربنا ما حطوش على الامم، حررهم منه. طب ما احنا نتحرر كمان، احنا ما كناش قادرين، تروحوا تحطوه انتوا على الامم. ده كان عهد وقتها عشان اشاره الى شخص الفادي والايمان به انك تنضم الى الامه اليهوديه بهذا الفرض المادي الختان. خلاص دلوقتي الانضمام الى ملكوت الله بالايمان بشخص الرب يسوع المسيح. لكن آخر ده كلام بطرس ونيجي شوية بقى في غلاطية ونختم اجتماعنا: لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. إحنا بالنعمة وهم إيه؟ بالنعمة. الختان عمل لي حاجة؟ لا. ناس مختونين كتير رايحين جهنم ما أمنوش بالمسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، دي
موجودة في رسالة رومية بولس كتبها لنا. هنا قالها بطرس نفسه: بالنعمة نحن مخلصون، بالنعمة نؤمن أن نخلص، بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله طبعا ما قدرش يتكلم، وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. وبعدين كتبوا جواب زي كده للأمم. نرجع بقى لرسالة غلطنا، ناخد من آية أو اتنين ونشوف إزاي مشكلة كبيرة كانت ممكن تهد الكنيسة وتقسمها، تبقى الكنيسة طائفة يهودية وطائفة أممية. ما حصلش الكلام ده. دلوقتي إحنا الكنيسة مليانة من الأمم، واليهود دخلوا في الأمم، في كتير من اليهود دخلوا في الأمم في اليومين اللي فاتوا بكام سنة. في مجموعة يهودية جديدة أمنت، فقالوا يوز فور كرايست، برضو بقوا هم يهود معارف الكنيسة، أمنوا قريب قوي، معرفش 340 سنة، مش عارف تاريخه امتى. احنا بنسمع الكلام دول، ايه المجانين دول اللي كانوا عايزين يسموا الكنيسة؟ اهو دول بقى اللي هم رسالة غلاطية مكتوبة لغلاطية، لان بعد ما المشكلة دي خلصت طلعت تاني بعديها حوالي 10 سنين في غلاطية. ما حسبتش انا بالظبط كم سنة. نيجي بقى لغلاطية، سوري يعني. فبيقول لهم بعد 14 سنة صعدت إلى أورشليم، اللي هو الصعود اللي شفناه دلوقتي ده، اللي هم اتفقوا لما جم الناس من يعني من أورشليم وقالوا لازم تتختنوا، وحصلت المشكلة فطلعوا بولس وبرنابا وبعض الناس إلى أورشليم اللي مكتوب في أعمال 15. مين كان معاك يا بولس؟ مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا. ده أنت جريء قوي يا بولس. ليه جريء ليه؟ يعني أنت شايف المشكلة كلها إن لازم تتختنوا، أنت مختون ما عندكش مشكلة، برنابا مختون ما عندوش مشكلة، تيتوس مش مختون، تودي لهم واحد مش مختون معاك. أنا ما بشتغلش بالمنطق ده، ما بتشتغل بيه يا بولس. أنا بشتغل بحاجة اسمها الإعلان الإلهي. يا سلام يا بولس، في إعلان؟ أيوة، ربنا قال لي خد تيتوس معاك. يا ما ربنا عارف إن الحكاية دي هتطلع تاني في غلاطية، وأنا هكتب الآيات دي الغلاطية، أنا ما كنتش أعرف، لكن ربنا عارف. ده بعد إيه؟ بعد 14 سنة لما كاتب الرسالة دي. صعدت أيضا، التواريخ الحقيقة مش دقيق قوي، لكن بعد سنين كتير يعني. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا أخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان. إيه رأيكم في الإعلانات الإلهية؟ ده في ناس بتحب الإعلانات لدرجة بتألف إعلانات، صدقوني بتألف إعلانات. متأسف أقول كده، ما عندهمش إعلان طبعا، يعملوا إيه؟ ولازم يظهروا مظهر روحي. الكنيسة في السودان لما جيت أنا هنا فزارهم واحد وقال لهم أنا عندي إعلانات، والأخ اللي بيساعدني هناك يعني طيب، فابنه دخله الكنيسة فيشوف بالنظرة الثاقبة. أنا متأسف للكلام ده، هم اللي حكوا لي بعدين مش أنا. فيشوف بالنظرة الثاقبة ده ترى محتاج إيه؟ آه ده محتاج شغل، يديله إعلان على الشغل فيفرحه. وده محتاج إيه؟ محتاج يتجوز، يديله إعلان عن الزواج. أنا متأسف للكلام ده، لكن ده اللي حصل في الكنيسة اللي أنا برعاها في السودان. والثالث كده والرابع كده والخامس كده، وبعدين راح الحتة اللي هو فيه، معرفش كان جاي من فين، روح الأخ ده هم كانوا قالوا لي اسمه،
فجي هنا في لوس أنجلوس وقالوا لي خليه يجي الكنيسة في قطر. ألف خير ربنا ما عندناش مكان للكلام ده. ده بعد ما أنا رحت السودان بعدين، رحت بعديه بسنة وشوي، فلقيت كل الناس بتتكلم عن الراجل ده، كل الناس. ده قال لي وما حصلش، ده قال لي وما حصلش، ده قال لي وما حصلش، وهم رفضوه بيحذروني عشان أدعيه. يعني الإعلان شيء جميل بس لما يكون من ربنا، مش هناخد صورة إلهية وأقول إعلانات إعلانات إعلانات. هو إيه ده؟ كبرياء البشر. بولس إعلان من الله. قال له بولس، أنا ما أعرفش قال له بالظبط لكن بتخيل، مش لازم يكون كلام مظبوط لكن الرسالة كده، قال له روح مع الناس دول أورشليم هناك تتحل. خلاص خد معك تيتوس. حاضر يا رب. لأنه صعد بموجب إعلان. اللي بيمشي بالإعلان الإلهي يستريح، اللي بيمشي بالإعلان اللي على هواه يتلخبط ويلخبط غيره. وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم، اللي هي قلناها في إيه؟ في أعمال 15 رناها. عرض على مين؟ نقراها الآية دي بتأني شوية. وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالإنفراد على المعتبرين. مين المعتبرين دول؟ هو قالهم بعدين بطرس يعقوب يوحنا. طبعا مشهورين جدا، ما حدش ينكر كده. بطرس كتب لنا في الإنجيل، يوحنا كتب لنا أكثر من بطرس في كذا حاجة، الإنجيل وكتب لنا سفر الرؤيا وكتب لنا ثلاث رسائل، ويعقوب كتب لنا رسالة يعقوب. يعني كلهم مباركين من الرب، وربنا اداهم معلومات قوية جدا. فقال له، قال لهم أنا عايز أشرح لكم الموضوع وحدكم كده. هم الثلاثة دول هم يمثلوا رعاية الكنيسة بالإنفراد على المعتبرين، هم الثلاثة دول. لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطل. أنت خايف؟ أنا خايف أكون برضو غلطت في ربنا في حاجة. الإنسان ضعيف، جايز أنا فعلا بلغت شوية في أي حاجة. ففي الجلسة وتيتوس معرفش كان معاه ولا كان أعرفهم عليه، معرفش، مش مكتوب بالظبط، لكن بيقول إيه؟ لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي معي وهو يوناني أن يختتن. كان تيتوس معايا، ما حدش لا بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا قال لي لازم تختن تيتوس. واتفقنا خلاص. بعد الاتفاق ده جم بقى الناس اللي هم ايه في أعمال 15 بتوع الفريسيين وعملوا الهياج ده ثاني. فبطرس سكت الموضوع وخلص الموضوع. ايه اللي اثاره بقى دلوقتي؟ ده اللي مجنن بولس. يا غلطين، انا اللي بشرتكم، انا قلت لكم كده، ما قال لهمش كده. اتار الاخوه دول الفريسيين دول، ما هو ده مبدا منتشر زي الاخوان المسلمين بالظبط، زي اللي بيحصل في مصر كده، ده بالظبط كده. ف مصرين على كلامهم، كلام انتشر سواء دول او غيرهم. فيقول لهم هنا بقى، ولكن بسبب الإخوة الكذبة، ده اللي بيسميهم بولس إخوة كذابين بتوع مشاكل. وبولس كتب في رسالة روم يقول لك لاحظوا الذين يصنعون الشقاقات بينكم، دول كذابين، لأن الله صانع سلام، صانع المشاكل الشيطان، فدول أولاد شيطان كذابين، مش عشان شكله حلو ولا مش عارف إيه ولا كلامه ذوق يبقى من ربنا. اللي من ربنا قلبه ممتلئ سلام، قلبه ممتلئ حب، قلبه ممتلئ عطاء. مش عايز انا ابقى ادوس عليك انت لان انا يهودي وانت مش يهودي، ما ينفعش الكلام ده. ولكن بسبب الاخوه الكذبه المدخلين خفيه. هو مين دخلهم؟ الشيطان دخلهم خفيه كده، يعني ليه كأنه تجدد في يوم من الأيام، ولو ما تجدد ولا حاجة اتأثر مرة وبكى خلاص بقى أخ. لا مش لازم يكون أخ،
لازم يمتحن هل مثمر عشان يبقى أخ، مش أي واحد بيكى يبقى أخ، لا. المدخلين خفية اللي دخلهم الشيطان الذين دخلوا اختلاسا، ما شفناهمش احنا دخلوا كده بنعومة كده بنعومة افتكرناهم اخوة فقابلناهم في الكنيسة لكن قلبهم شرير، ليتجسسوا حرياتنا، يعني عشان يمنعونا من الحرية. ايه الحرية دي؟ إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، حررنا من الخطية لن نعود إليها، وحررنا من الناموس، ليست عبادة جسدية الآن بل عبادتنا عبادة روحية. ناخد لنا كده عدد أو اثنين نرى من الشواهد عشان نعرف يعني معنى هذه الآية. في عدد 4 ده عن الإخوة الكذبة، ده اللي هم القوم من اليهودية. في أعمال 15 عدد 24 احنا ما قريناهوش، بيتكلم سمعنا أن أناسا، نطلع دي احنا أعمال 15 24 متأسف كنت بدور في يوحنا، أعمال 15:24 بيقول إيه هناك؟ ده في الرسالة اللي كتبوها الرسل لأنطاكيا، المشاكل اللي عملوها الجماعة هناك في أورشليم، فبيقولوا لهم كده: إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا، اللي هم راحوا عملوا المشاكل مع بولس وبرنابا هناك، أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نرسلهم. محدش أرسلهم من الرسل، لكن هم بقى إخوة كذبة عايزين هم يبقوا إيه؟ يعملوا انبهار. اللي الإنسان عموما يحب الحاجة الجديدة، والإخوة الكذابين يحبوا يجيبوا تعليم جديد كده، ها حاجة كبيرة قوي وهي كلها غلط، فدول بيعملوا كده. فبيقولوا لهم هنا بقى بطرس ويعقوب ويوحنا كتبوا لهم كده: وناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين، قلبوا نفس الكنيسة، قلبوا الكنيسة، حرتوها، بقت كنيسة ضباع مش فاهمين يعملوا ايه، اتشوشر عليهم، دول اولاد شياطين، وقائلين ان تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة اننا نختار رجلين نرسلهم اليكم مع حبيبينا برنابا بولس، رجلين قد بذلا انفسهما لاجل اسم ربنا يسوع المسيح، عشان تعرفوا ان ده مش مننا الكلام ده خالص، دول ناس غريبة عننا. الرسالة طويلة بس مش هنقراها. طيب في غلاطية 3 في آية تؤكد الموضوع ده كمان، ناخدها بعد ما نقلب صفحة كده بس. غلاطية 3 وعدد 25 بيقول ايه الكتاب هناك؟ ده بولس كاتب الكلام ده لاهل غلاطيا، من ضمن الرساله لسه هنيجي له ندرسه وقت ما نجي له، لكن نراها بس دلوقتي. بيقول كده: ولكن بعد ما جاء الايمان لسنا بعد تحت مؤدب. يعني ايه مؤدب؟ يعني الناموس كان بيأدب الناس عشان لغايه لما يجي المسيح. طب ما جه المسيح انا ما بقاش عايز بقى بني ادم يأدبني، ولا عايز واحد يقول لي اتختن عشان تدخل، لا انا ماشي حسب تعليم المسيح فقط لا غير، ماليش الا راس واحد، وراس الجسد هو الكنيسه، وكل واحد مش
طائع للرأس رايح جهنم، وكل اللي طائع للرأس له مجد عظيم عند المسيح. الإخوة الكذابين ما نسمع لهمش، اللي يعملوا فتن ما نسمع لهمش، اللي يقول اختراعات جديدة ما سمعناش عنها وتقسمنا ما نسمع لهمش. الإخوة اللي يملوا قلوبنا سلام، يملونا فرح، يملونا تعزية، يملونا بناء روحي، ياه بيكلمونا بكلام ربنا بإعلانات إلهية. ده عدد إيه؟ عدد 4. هنختم بقى بعدد 5. عدد 4 أقراه مرة تاني بعد نختم بعدد 5. ولكن بسبب الإخوة الكذبة هم دول يعملوا مشاكل، المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا، مش عارفين ان نعيش كده ببساطه وايمان وفرح. لا لا لا، لازم تنكد عليكم، انتوا مش مؤمنين، ليه مش مختونين؟ جنان ايه ده؟ جبتوه من فين الكلام ده؟ وما حدش ارسلكم من هناك الاخوه دول؟ ما حدش ارسلهم يقول كده من نفسهم كده بس. بيفكروني ببعض الناس. سوري اقول لكم على ناس انا ببعد عنهم لما يقولوا لي خبر شاذ. يعملوا ايه الناس دول؟ بيحبوا يعني ياخدوا اهتمام في الجلسه، خصوصا في الاجتماعات، لان الاجتماعات بقى فيها يعني ناس بتسمع وبتاع، ناس مؤدبه حلوه مسيحيه كده بتسمع. فيروح واحد يقول لك تسمعت الخبر ده؟ ده مرسي مات. بدل ما الاجتماع شغال روحيات بقى في مرسي. ايه ده؟ ويطلع لا مات ولا حاجه. حتى لو ماتوا احنا مالنا؟ يعني يوجه الحركه كده بحيث يعمل ايه؟ كله بقى استلف حواليه، مات ازاي؟ سمعت فين؟ جبت فين؟ ايه الهبل ده؟ دول اي خبر حتى غريب كده، شفت الايه دي يجيب لك ايه غلط. ازاي؟ او خناقه. لانه هو عايز يبقى مهم. طب يبقى مهم ازاي؟ يقعد ساكت كده؟ ما ينفعش. يريد أن يعلي نفسه، طب يعمل إيه؟ يسمع بس، ما يعلي نفسه إزاي؟ دول الإخوة الكذبة اللي كلمنا بولس عنهم كذا مرة وبيتكلم هنا. للأسف وصلوا غلطية بعدين وقلبوا غلطية ضده وضد الإيمان. لذلك بولس قال لهم يا أغبياء سامحوني، جاي الكلام جاي لسه جاي. طيب الذين المدخلين خفة الذين دخلوا اختلاسا يتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدون. المفروض انا السيد وانت العبد. كل مره تسالني اعمل ايه؟ اصلي للشرق ولا الغرب ولا الجنوب ولا الشمال؟ هو اللي فاهم كل حاجه ولا مش فاهم حاجه؟ مكتوب كله في الانجيل يا حبيبي. نصلي ازاي؟ المسيح قال ادخل بخدعك، اغلق بابك، صلي. لا لا ما ينفعش كده. ليه؟ المسيح قال كده خلاص. فدول الناس الكذابين اللي من القرن الاول الميلادي موجودين. ايه موقفك انت بقى يا بولس؟ هنختم احنا بعدد 5. يا ربي، الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة. ما فيش مرة قدرت احتملهم حتى في الكنيسة، ولا واحد مرة قال لي عايز اقول فكرة سمحت له. تعال قول لي بره اتفاهم معاك، انت عايز تقول ايه؟ يقول له قول لهم خلاص متشكرين، الفكرة ده مش عندنا ولا عايزين نسمعها حتى. الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة. ليه؟ لسبب رئيسي جدا الرب استخدم بولس فيه، وكل الرسل، ما كل الرسل وقفوا مع بولس، وكل الرسل وقفوا مع بولس، اللي هو ايه؟ ليبقى عندكم حق الانجيل. وده هو ده الانجيل، العهد القديم والعهد الجديد، هذا هو الكتاب المقدس. ده اسمه انجيل ربنا يسوع المسيح العهد الجديد، وده عهد الله مع آدم ومع موسى ومع أرسل أنبياء كثيرين لتأكيد هذا العهد. العهد ده أن الرب سيأتي ويخلي نفسه ويأخذ جسد ويخلصنا. هذا هو الكتاب المقدس. أي حاجة بره هذا الكتاب المقدس اوعى تبص لها ولا تلتفت إليها
لأن خرافات ناس من القرن الأول موجودين. وبولس ذكر هنا حاجة عن الناس دولة في كلامه في أعمال افتكر 15 برضو عدد 20 ولا أعمال 20 حاجة كده أعمال 20 لما نده خصوص كنيسة أفسس وكان بيودعهم مش هشوفهم بعد كده، فربنا اداله إعلان قولوا قالوا بولس حذرهم تحذير كبير قوي، قال لهم أقراها لكم بالنص عشان إيه ما يبقاش في حاجة بقولها مش بالنص. يعني أعمال 20 أعمال 20 وعدد 29، يبقى أعمال 20:29، واللي بيتمسك بكتاب آخر غير الكتاب المقدس الله سيدينك على هذا، لأن ما فيش إلا كتاب واحد هو موحى به من الله، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتقويم وللتأديب والذي للبر، هو اللي يعلمك البر، غير كده أي كتاب تاني تفحصه تحت الكتاب المقدس لقيت في حاجة عدلة كلها، مفيش حاجة عدلة ارميه في النار. بيقول ايه بولس الرسول هنا في عدد 29؟ لأني أعلم، بيقول لقصوص الكنيسة مش للناس العاديين، بيقول لقصوص الكنيسة اللي في أفسس، لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي، وبعد ذهاب بولس كان مشي بعد ذهاب ساعتين أقل من ساعتين كمان، لأن في نفس الوقت مشي هناك وحتى قعدوا عيطوا عليه لما مشي متوجعين ولا سيما آخر عدد 38 من الكلمة التي قال أنهم لن يروا وجهه أيضا ثم شيعوه للسفينة. يعني هو مشي بعد ذهاب 10 دقائق ربع ساعة كتير، لأنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة. فين الذئاب الخاطفة دي؟ ظهرت في القرن الأول الميلادي لما كان بولس عايش وتنبأ عنها بولس. سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، عايزة تأكل الرعية بس تأكلها، يعني هي الرئيسة والرعية العبيد، هي الكبيرة والرعية الجمهور الكبير ده، الجمهور الكبير. لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم يقصوص، مش بيتكلم ناس عادية، بيرعوا الكنيسة المفروض يرعوا قصوص، يعني ليه موقف التعليم يعلم ويرعى، ومنكم أنتم سيقوم رجال، منكم مش كلكم لكن سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية، يلووا كده كلام الإنجيل، يلووه يفسروه بحسب رأيهم، يفسروه بحسب فكرهم، ليجتذبوا التلاميذ وراهم. ليه يجتذبوا التلاميذ؟ ما في تلاميذ أغنية دول مهمين قوي، في تلاميذ فقراء ارمي دول بره، ده مذكور في كل كتاب مقدس، سفر إرميا وسفر حزقيال وسفر إشعياء. ويل الرعاة الذين يرعون أنفسهم، تخدت ده مني؟ طب أقول لنا بقى كلمتين كده بتفسير لا. ملتوي ده ملتوي برضه، ملتوي تاني برضه، بس يجي لنا بقى عشان ده غني، تبقى خناقة وانقسامات كنيسة، وده ياخد جزء وده ياخد جزء. كل ده حصل من القرن الأول، أنظر ببولس. ليجتذبوا التلاميذ وراهم، لذلك اسهروا متذكرين إني 3 سنين قاعد معهم، 3 سنين ليل ونهار لم أفطر، يعني ما كسلش أن أنذر بدموع كل واحد.
حبايبي الإنجيل عجيب جدا، الإنجيل عجيب جدا. الجزء اللي لمسني أنا أشرت لكده اللي هو لم أزعنهم ولا ساعة. يا سلام على الكلمة دي، أثرت فيه قوي، لأن اللي يزعل الناس دول يخرب الشعب، ولابد من الوقوف وقفة جادة جدا أمام كل من يريد أن يبعد الكنيسة عن إنجيل ربنا يسوع المسيح، يبعد الكنيسة عن التعليم الصحيح، يبعد الكنيسة عن الحرية التي لنا في المسيح، يبعد الكنيسة عن القداسة التي في المسيح. لا شركة بيننا وبين هؤلاء، دول معلمين كذبة بدوا من قصوص كنيسة أفسس وانتشروا في العالم لغاية دلوقتي مليين الدنيا. المعلم الحقيقي والتعليم الحقيقي الذي يأتي بالسلام إلى القلب، والذي يفتح مجال عمل الروح القدس في القلب، والذي يعطي نعمة للسامعين، واللي يلهب القلب بحب الرب مش بالدنيا، بالزيف، بالأفكار البشرية، الأفكار الجسدية، الأفكار الإنسانية. ما بتكسبش، ما بتكسبش. ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي الهلاك، ده الباب الواسع اللي رايح جهنم الهلاك. ما أضيق الباب، اللي بيعرف الرب عن قرب وعن حق وأقرب الطريق، طريقه مليان معاندين، لأن الشيطان متضايق منه بيجيب له أولاده كلهم يلمهم عليه، لكن بنعمة الرب ينتصر بالعنات اللي هي يشم ريحتهم، يشم ريحتهم قبل ما يهل كده، يعرف ان ده جاي ناكف، ما هوش من الله، وبيظهر بكلامه على طول، لان التقوى بتبان، ريحتها بتبان، والفجور بيبان، ريحته بتبان. ربنا ينعم علينا بالحياه المقدسه النقيه التي هي بحسب انجيل ربنا يسوع المسيح، وشكرا للرب لاجل عطيته المقدسة لأجلنا ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين. فضل يا وديع. أي حد عنده أي سؤال ممكن لو تحبوا تسأله قبل حتى ما وديعي، يعني أنا بقول كده عشان مش متعودين تسأله، فلو حد عنده سؤال يسأل، ما حد فيش عنده سؤال وديع يختم لنا الاجتماع. وأحب عندنا عادة نسأل، يعني أي حد عنده سؤال يتفضل من دلوقتي. طيب، أوكي، تفضل حبيبي.